بعد بكره مباراه غايه في الاهميه امام الهلال السوداني في بطوله دوري ابطال افريقيا والجوله الثانيه من دور المجموعات ودور ال 16 في هذه البطوله بعد الهزيمه في المباراه الاولى امام النجم الساحلي. هذه الهزيمه الظالمه من الجانب التحكيمي بنتيجه 1-0، في المقابل فريق الهلال السوداني قدر ان هو يفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي في السودان بنتيجه 2-1. فمن هنا جاي اهميه هذه المباراه ان انت تعود للانتصارات الافريقيه وتبتدي مشوارك الافريقي بثلاث نقاط بعد الاخفاق في اول مباراه. فالاستعدادات اكيد قويه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اللي هيكون باذن الله متواجد في ملعب المباراه، بالمناسبه خلاص بقى رسمي زياده عدد الجماهير ل 15,000 مشجع بدل 10، وده شيء جيد جدا ونشكر عليه الجهات الامنيه لان اكيد النادي الاهلي محتاج لجماهيره العظيمه في كل المباريات. ايضا استعدادات هتكون قويه دايما للجهاز الفني واللاعبين لهذه المباراه الهامه والحاسمه.